السلام عليكم، صباح الخير. طلعت فوق السطح أصور، فوق السطح فيه مغسلة سجاد، تمام، مسجرينها. حنا الآن بالدور 12، العامل يطلع السجادة من الدور الأرضي إلى السطح، درج فيه أسانسير لكن ما يستخدم أسانسير، ممنوع، يستخدم الدرج. يشتغل باليوم 10 ساعات، وراتبه كله يمكن ما يكمل $100، راتبه 370 ريال. كان للعمانيين تاريخ وأمجاد في سواحل شرق إفريقيا، تشهد لهم بذلك زنجبار ومومباسا وما جاورها. ولم ينتهي حكمهم إلا قبل 60 سنة، بعد غدر وإبادة. كان لديهم ثاني أعظم أسطول بحري وسلطانهم في الساحل قديم، ولهم انتصارات ومعارك عديدة ضد الحجاج والجيش العباسي والبويهي. وفي عهد اليعاربة كان الأسطول العماني لأكثر من قرن مصدر رعب للأوروبيين. يقول المؤرخ بروس: كان الأسطول العماني هائلا لدرجة أثارة الرعب في نفوس أوروبيين. ويقول المؤرخ الإنجليزي كوبلاند: أصبحت البحرية العمانية في بداية القرن 18 ميلادي تفوق بقوتها أي قوة بحرية أخرى، لدرجة أن الأساطيل الإنجليزية والهولندية كانت تخشى كثيرا مواجهة العمانيين. أما بعد، كيفين دللا لشلا إلا ما جري إدوك يوغان كايرن بقوة القرآن جري ديقة الحيوان دخول الشخص الواحد $43، إذا السيارة منهم السيارة $100، وإذا السيارة معك تدفع $30 فقط. وحيد القرن الأبيض من أندر الحيوانات بالعالم. هذه منتجعات المبيت الليلة $130. نفخ عليه.
هذا الأناثي وهذه يذكر ذكر واحد طار يذكر كله. المحمية كبيرة، ممكن تمكث فيها ساعتين أو أكثر، وأنت حظك ممكن تشوف أسد، ممكن ما تشوف، في أنواع كثيرة من الحيوانات. You know Albeck? Albeck. It's nice. Nice Albeck. Top. Mashallah. With Pepsi. The Pepsi. Albeck. خلاص. Top. هذه كانت الزيارة الثانية نفس الحديقة ونفس السفاري. المرة الماضية كان الجو جميل والأرض خضراء، فكانت أجمل من الروحة هذه، ومكلفة بصراحة، يعني 3 ساعات قرابة 700 ريال. بناخذ أغراض المقلوبة، الفواكه الأفريقية ولا يعلى عليها. هذا مس فلورا، سألته بكم قالوا ربع ريال، طلع الحبة سعر حبة مو سعر كيلو، بيع بالحبة. أبو وليد هذا شغل مقلوبة يا أبو وليد. ها؟ يا رجل. ما عندي. هذه رقمة يا أبو وليد. لا كثر كثر بدجي. البيع بالحبة، الحبة ب5 شلن تقريبا، كل 6 حبات بريال. زار الرئيس الإيراني أمس كينيا ووقع اتفاقيات عدة، منها في الثقافة والتعليم. والشيء بالشيء يذكر، قبل أكثر من 10 سنوات زار الرئيس الإيراني أحمد نجاد كينيا، وأقنع الرئيس الكيني مواي كيباكي أن تكون المناهج الإسلامية في مدارس كينيا على المذهب الشيعي. فوفق الرئيس، فهو نصراني وقد لا يدرك الفروق. فذهب علماء أهل السنة للرئيس، وكان من جملة ما قالوا إن الشيعة في كينيا يمثلون 1% من المسلمين، وأهل السنة 99%، ففي الانتخابات القادمة قد لا يصوت لك إلا 1% و99 يصوتون ضدك. فغير الرئيس رأيه وبقيت المناهج كما كانت. في عام 2014 شهدت كينيا اضطرابات، وعاش المسلمون ظروف صعبة بسبب الإرهاب، فطال القتل والسجن والنفي بعض الدعاة، وأغلقت مدارس ومؤسسات في محاولة لتجفيف منابع الإرهاب، وتراشق المسلمون والحكومة الاتهامات، وقد كان ليس للمسلمين كلمة مسموعة، فليس لديهم إلا نائب وزير. واليوم لله الحمد استقرت الأحوال، وأخذ المسلمون جزء كبير من حقوقهم، فعدد من الوزارات السيادية يترأسها مسلمين، وزير الدفاع والاستخبارات اليوم مسلم، وكثير من القيادات الأمنية فيها مسلمين، ويوجد في مراكز الجيش والشرطة مساجد راتب الإمام والمؤذن على الحكومة الكينية. رب الله. عاش أبو وليد. استيامك. السلام.